السلام عليكم، هلا والله وسهلا بالجميع، يسعد لي مساكم، مساء خير، توفيق من رب العالمين. شخباركم؟ ان شاء الله طيبين مستصحين، الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم قصة رؤية، هي من احد المتابعات، حابة ان تشارككم قصته، تاخذ رايكم به وتبي دعواتكم، الله يتقبل من الجميع، اللهم آمين يا رب. صاحبة القصة تقول: أنا عمري 23 سنة ومو حابة أني أذكر اسمي، لكني بحكي لكم قصتي. قصتي غريبة شوي، ومن ناحية ثانية فيها إشارات ربانية. تبدأ قصتها تقول: بيوم كان سيء جدا، تقول تضاربت أنا ويا أخوي وصار لي مشاكل كثيرة وكبيرة، تهاوشنا هوشة كبيرة، وكان راح يضربن بسبب إنه كل يوم يجيب لي واحد من أخوياه ويقول لي تزوجي بواحد منهم. بس لعلمكم هالشباب هذولا سيئين وأخلاقهم سيئة. تقول: أنا رافضة رفض قطعي إني أرتبط بواحد من هذول بسبب سوء أخلاقهم. تقول: ما لكم بالطويل، لكن ذيك الليلة كنت مرة متضايقة وبس أبكي وأصيح. تقول: دمعتي ما انشفت من خدي. تقول: إلين دخل علينا الثلث الأخير من الليل. تقول: قمت وتوضيت وأنا أصيح ودمعتي تنزل، كل دمعة تحرق قلبي وتعصر عصر. تقول: قمت وتوضيت وأنا معي يقين برب العالمين، ورغم استحالة الأمور لكن كذا إيماني برب العالمين إنه كل شيء راح يكون بخير ويتحسن، ما أدري كيف وليش، لأني من صغري وأنا كنت أعاني من أهلي وعشت عيشة قاسية. صليت قيام الليل وكلي قهر، بس يقين كذا فيني، إيمان بربي إنه راح يتزين الأمور أو راح يتحسن الأمور. تقول: قمت وصليت قيام الليل وأنا مقهورة بداخلي، بس إيماني بربي كبير. بعد ما صليت دعيت ربي إنه يعوضن على تعبي وصبري ونفسيتي اللي تدمرت، ويرزقن شخص مثل ما أتمنى، وإنه يعوضن على كل شيء مر بحياتي وكل شيء ضاع من. بعده نمت وشفت بنومي شخص، هو مو كثير معروف لكنه كان أستاذ معنا، يقول لي: كلميني أحتاجك. ونظراته غير وإحساسه كبير، ما بعارفه كيف، لدرجة ما يتخيلها العقل، لكني مطمئنة، وهدوء وبحت صوته وعيونه تحكي شيء، ونظراته وابتسامته الخفيفة. تقول: فجأة قمت مع أذان الفجر، مع أذان الفجر الثاني. تقول: ما مداني، يعني ما صار لي نايمة يمكن ساعتين، بس حسيت إني نايمة هالليل كله. تقول: قمت على كلمة الله أكبر، أذن الفجر، قمت وصليت ودعيت عسى وخير، وبعدين كملت يومي عادي. بس بعدين صار يتكرر معي أكثر من 12 مرة نفس تفاصيل هالحلم هذا، وبنفس وقت الفجر. تقول: أقوم أصلي الفجر وأدعي عسى وخير، بس ما أدري ليش. بعدين قلت: هذه إشارة ربانية، بس الرؤية شغلت بالي لأن مهي بحلم عادي. حاولت أفسره ما لقيت أي تفسير. بعدين سألت شيخ دين، قال لي: ابحثي عن هالشخص وكلميه. بس يوم قصيت عليه كلمتين قفل بوجهي. تقول: حسيت بغضب، قصة كبيرة. تقول: بعدها قررت أنشغل بحالي وأنسى الرؤية،
وداومت قيام الليل والصلاة، بس كل مرة يتكرر علي، حتى بيوم حلمت بحلم إنه أبوه أبو شخص هذا يخابر عن أو يقول لي إني خير عليه وهو خير علي، وكان يشكرن. تقول بعدين قرب صوبي وهو خبرني، قال لي أحتاجك يا بنت كلميني. وبعدها بيوم تقول وبعدها بيوم بنفس وقت الفجر، تقول بعد ما صليت الثلث الأخير من الليل وقريت ما تيسر لي من القرآن، تقول أشوف نفسي بمكة وهو على يميني وأنا أبكي أبكي بشدة، وقدامي الكعبة وحطيت يدي على الحجر الأسود وصرت أشمها بعمق وهو على يميني ولابس أبيض ناصع. تقول إلين ارتفع صوت صلاة الفجر الله أكبر، تقول قمت وصليت ودعات عسى وخير وطمأنينة لقلبي. تقول حسيت بشعور غريب لأن الرؤية تتكرر من يوم دعيت بالعوض، وكل مرة أصلي فيها قيام الليل يجيني الرؤية مع الفجر ويخبرني إنه يحتاجن. للعلم إني ما فكرت في يوم من الأيام فيه، لا قبل الرؤية ولا بعده. بتقول العين رسول القلب، كل اللي في قلوب الناس يطفو في عيونهم، أما قادرة أو طاهرة. بتقول العين رسول القلب، كل اللي أما المنام فأراه الله لي، والله أعلم إنه هذا منقذي بما أنا فيه. أحيانا ينقذنا الله من أنفسنا حين لا نقدر عليها، فيخطفنا من المسار الموجه إلى المسار الصحيح، وذلك بأن ينفث في قلوبنا حبه أو خشية منه. قد يكون ذلك سبب موقف أو نصيحة أو منام زي ما حدث معي، أو أي شيء آخر. تتعدد الأسباب والمسار واحد، والله وحده في حلمي أعلم. في حلمي أنت لي وفي، وفي الحقيقة أنت حلمي. أحدهم يراك هامشا وأحدهم احتللت منامه، ويراك أمنية دخلت أحلامي بلا مقدمات، تهت بك فاغرمت رأيتك في منامي، ثم ماذا تمنيت أن يحل بي ما حل بأهل الكهف. صحيح دعيت ربي يعوضني ورزقني بالإشارة، خبيت كل شيء بقلبي وراح تبقى أدعي لين يرزقني ربي فيه. لو ما كان خير ما كان ربي أعطاني إشارة ربانية بالحلم وأشوفه يعطيني مفتاح وخاتم ويقول لي كلميني أنا محتاجك يا بنت، وتتكرر الرؤية راح أبقى متمسكة بقيام الليل وما راح أكلمه بالحرام لين يرزقني ربي فيه بالحلال. ختاما، وهنا الرسالة موجهة لي، تقول ختاما أقول لك أتمنى ربي يوفقك وإن شاء الله تشوفين قصتي وتحكيها بطريقتك، طبعا لأني أحب طريقتك وأحب سردك كثير وأحبك، وأتمنى تدعين لي أنت وتقولي المتابعين يدعون لي فيه، لأني من يوم شفت الرؤية صرت متمسكة وربي ما يعطيني إشارة كذا بس. إن شاء الله إن خير، وشكرا حبيبتي، واللي يجي من ربي يا مرحبا فيه، ربي رزقني بهالرؤية الصالحة، ادعوا لي ان الله يرزقني به كزوج صالح ويكون لي سند ويشدني الى ربي. تقول ويشهد ربي اني حبيته، الله يرزقني به ويقيني كبير بربي انه راح يكون لي حلال. وبكذا تنتهي القصة وتنتهي كلامه، الله يوفقه ويسخر له، واذا كان خيرا له الله يقربه له ويطلب يده ويكون حليل له. تتمنى منكم دعواتكم له، إن الله يفرج همه ويسر أمره ويرزقه الرزق الحلال البين. استودعتكم الله، تمسون على خير.